الحمد لله you're looking great. زي العادة أنا وياك اليوم ماتشي ماتشي بينك. شفتي هالصدفة؟ خبرينا عن الإنسبيريشن تعلق، كيف قررتي اليوم تلبسي وهيك خصرك طالع؟ أنا كان بعت لي شربل من قبل كذا إيفنت، بعدين وقت قلت له إنه عندي الأمي قال أم قال لي ديما أنا شايفك بهذا الدرس، وفعلا يعني من وقت ما قستو حسيت إنه كأنه معمول لي، وأنا أصلا هذا اللون بحبه كتير كتير كتير. وكشفت لنا ديما عن مفاجأة حلوة لجمهورها. خبرينا شو عندك هلأ ناكس؟ بتذكر في عندك كان عمل كتير قريب عم تشتغلي عليه. هلأ انتهينا من تصوير بيوت من ورق، وأخيرا رح ينعرض برمضان على واحدة من البلاتفورمز، بس لسه ما بعرف which one، بس أنا كتير مبسوطة أنه رح يطلع على بلاتفورم وبرمضان، لأن العالم ناطريني، يعني في ناس بحبوني كتير thank god ناطريني من زمان كتير لحتى يشوفوا شو عم بشتغل أنا ليتلي، فإن شاء الله يكون هيك مثل ما بيحبوا العالم.